نحن الآن في مواسخاً يونس في المنطقة الآمنة الذي ادعي الاحتلال الصهيوني أنها منطقة آمنة. كما تشاهدون من خلفي قام الاحتلال الصهيوني ليلة أمس باستهداف خيام النازحين المدنيين في المنطقة الآمنة الذي يدعي أنها منطقة آمنة. كما تشاهدون العائلات تفقد ما تبقى من مكانها في قاد قصف المكان ليلى. كما تشاهدون المشهد صعب جدا ولا يمكن وصفه. هذه أثار الخيام الذي كانت تحتوي العائلات. الجميع هنا يتفقد ما تبقى من طبعا هذه الدماء أحد الشهداء الذي تم انتشالهم. طبعا من هم تم انتشال أكثر من 50 شهيد.